بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه من كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله تعالى، وما زلنا في أحكام البيوع، وقد وصلنا إلى حديث المؤلف رحمه الله عن الاحتكار. قال: تعريفه: الاحتكار هو شراء الشيء وحبسه ليقل بين الناس فيغلو سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر. هذا تعريف الاحتكار: شراء الشيء وحبسه حتى يقل بين الناس فيغلو سعره والناس يصيبهم الضرر بسبب غلاء سعره. قال في الحاشية: بعض العلماء ضيق المواد التي يكون فيها الاحتكار، يعني كما سيأتي أن الاحتكار محرم ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض الفقهاء قالوا الاحتكار المحرم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الاحتكار في الطعام كما سيأتي. قال: فيرى الشافعي وأحمد أن الاحتكار لا يكون إلا في الطعام لأنه قوت الناس. يعني الشافعي وأحمد رحمهم الله قال الاحتكار المحرم هو احتكار الطعام، أما السلع الأخرى غير الطعام فلا مانع يعني من احتكارها، يعني لو نوع معين مثلا من الملابس ماركة معينة، مش عارف من الساعات، من السيارات، إذا تاجر معين احتكر هذا النوع وكذا، فقالوا هذا لا يدخل في الاحتكار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: ومنهم من وسعها، يعني بعض الفقهاء قالوا لا، الاحتكار ليس فقط في الطعام وإنما يشمل إيه؟ كل شيء. فيرى أن الاحتكار في أي شيء حرام لضرره، حيث لا يكون الثمن متعادلا مع السلعة المحتكرة، ويرى بعضهم أنه إذا احتكر زرعه أو صنعة يده فلا بأس. إذن إيه؟ كأنه عندنا ثلاثة مذاهب، مذهب يرى الاحتكار في الطعام فقط، ومذهب يوسع يقول الاحتكار في أي شيء، ومذهب يقول يعني الاحتكار يعني جائز ومسموح به في صنعة يده، لو يعني صانع مثلا يصنع منتج معين ويحتكر هذا المنتج لا يسمح لغيره أن يبيعه في السوق، هو وحده الذي يبيعه وكذا، فلا حرج في هذا، أو ما يزرعه، يعني يزرع هو الصنف المعين وكذا، فالشيء الذي يزرعه لا يسمح لغيره أن يبيع هذا الصنف الذي يزرعه. طيب، قال حكمه: قال: والاحتكار حرمه الشارع ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس. روى أبو داود والترمذي ومسلم عن معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. هكذا عندكم عن معمره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ. وروى أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر الطعام 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه. يعني من حبس الطعام، ويلاحظ أن الحديث فيه التقييد بالطعام، لذلك من الفقهاء من حمل الأحاديث المطلقة اللي هي إيه تنهى عن الاحتكار على الحديث المقيد الذي قيده باحتكار الطعام. يعني يمكن أن يعني يلحق بالطعام مثلا ما يشبهه من الأشياء اللي هي الضرورية أو كذا، يعني لكن مثلا احتكار أشياء كماليات يعني يرجى أن يكون الأمر فيها إيه واسع. عن كل
معكم. يعني الأشياء اللي التي تشبه الطعام يعني أن الناس يحتاجون إليها حاجة يعني مثل لعموم الناس مثلا. أنت تحتكر مثلا شيء من الرفاهية وشيء من صنف معين مثلا دقيق معين من الملابس ولا ماركة معينة يعني فاحتكاره لا يلحق بالناس الضرر لأنه يوجد بدائل يعني أصناف أخرى رخيصة ومتوفرة بالسوق. الناس ليسوا مضطرين إلى لبس هذه النوع المحدد المعين طالما يوجد بدائل مثلا أخرى. يلحق به ما يصنع به الطعام كالوقود. نعم أحسنتم بارك الله فيك. يعني كذلك يلحق بالطعام ما يحتاج إليه في إنضاج الطعام يعني كاحتكار الوقود مثلا. الوقود ملحق بالطعام يعني شيء ضروري والناس محتاجة إليه سواء في الطبخ والتدفئة أو تهيئة الطعام. قال وذكر رزين في جامعه. إمام رزين من جامع السنة النبوية يعني أئمة الحديث. ذكر في جامعه يعني روى في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه وإن سمع بغلاء فرح. بئس العبد المحتكر إن سمع برخص ساءه يعني الذي ينبغي أن يكون المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ورخص الأسعار يعني فيه توسعة على المسلمين وتيسير عليهم. الأصل في المسلم أنه يحب يعني الإخوان المسلمين الخير ويكره لهم الشر. فلكن المحتكر نفسيته تكون يعني على عكس ذلك يعني يفرح عندما يكون الناس متضررين وفي ضيق وأزمة ويصر بذلك. وعندما ترخص الأسعار والناس يوسع عليها يضيق يعني يؤذيه ذلك ويضايقه. قال وروى ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. قال والجالب هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير. الجالب عكس المحتكر يعني الذي يجلب السلع من خارج البلد أو يوردها إلى البلد ويقنع بالربح اليسير فهو مرزوق يعني يبارك الله تعالى له في رزقه يعني هو يرضى بهامش الربح القليل ويبيع سلعا كثيرة فيوسع على الناس ويوسع هو عليه. لكن المحتكر يجيب كمية قليلة ويحبسها عنده ويمنعها من الناس. سؤال هنا تفضل. هل هناك نسبة معينة فضيلة عبد السيد محمد بن نجاح؟ إذا كانت هناك نسبة فإزاي الاحتكار مسموح في بعض الأخرى؟ نعم هذا مرتبط يمكن بالدرس الماضي بموضوع التسعير يعني كان الدرس الماضي عن موضوع التسعير. فأخونا الكريم يسأل هل هناك يعني نسبة محددة من الربح مسموح بها؟ الجواب ليس هناك تحديد لنسبة الربح المسموح بها بل مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التسعير. قال إن الله هو المسعر القابض الباسط. الله تعالى هو المسعر الذي يسعر الأشياء يعني دعوا الناس يبيعون ويكون الاحتكام إلى العرض والطلب يعني البائع له أن يطلب ما شاء وإن كانت السلعة لها من يرغب فيها بهذا السعر فالسعر يزيد ويقل يعني حسب قانون العرض والطلب يعني من غير تدخل الحاكم في تحديد سعر معين. ومسألة نسبة الربح يعني هناك حديث اللي هو حديث الصحابي الكريم عروة بن الجعد البارقي رضي الله عنه وأرضاه يمكن مرة من الحديث أنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درهمين ليشتري له شاة. كانت الشاة يعني سعرها المعتاد في السوق بدرهمين فأخذ الدرهمين وذهب إلى السوق فاشترى بالدرهمين شاتين ثم باع واحدة منهما بدرهمين ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدرهمين وشاة وأعطاه درهمين عشان يشتري شاة فاشترى درهمين شاتين وباع واحدة درهمين ورجع بدرهمين وشاة. فتكون نسبة الربح كم يعني هنا يعني مش عارف يعرف الحساب يعني نسبة ربح يعني هو كسبان يعني يمكن 200% تقريبا 200% او كده ارباحا يعني
يمنعه النبي عليه الصلاه والسلام ان يربح هذه الارباح ولا انكر عليه، بل يعني اقر النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعل ودعا له، قال بارك الله لك في صفقه يمينك. ثم قال عليه الصلاه والسلام قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه، قال ذلك رجل لو باع التراب لربح فيه. فببركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام قالوا يعني بورك لهذا الصحابي الكريم عروه بن جعد الفارقي، فكان لا يشتري شيئا ويبيعه الا يربح فيه. حتى كان مره مثلا ياخذ التمر الى بلد يعني مشهوره بالتمر وناس يتعجبون يعني، يذهب ويبيعه ويربح اضعاف ما يربح اهل البلد ببركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. قال وروى احمد والطبراني عن معقل بن يسار رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى ان يقعده بعظم من النار يوم القيامه. بعظم من النار يوم القيامه، يعني في نار عظيمه، يعني يقعده في نار عظيمه يعذب بها يوم القيامه. بعض هذه الاحاديث فيها يعني ضعف يسير، لكنها يعني ايه من احاديث الترغيب والترهيب وكذا، يعني اصل الاحتكار ثبت النهي عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وغيره، لكن الوعيد الشديد وكذا يعني هو من باب الترهيب يعني الذي يتسامح فيه ايه بروايه الحديث والتعليم. قال متى يحرم الاحتكار؟ قال ذهب كثير من الفقهاء إلى أن الاحتكار المحرم هو الاحتكار الذي توفر فيه شروط ثلاثة. كثير من الفقهاء قالوا الاحتكار يكون محرما بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الشيء المحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة من يعولهم سنة كاملة، لأنه يجوز أن يدخر الإنسان نفقته ونفقة أهله هذه المدة كما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا هي رجل اشترى كمية من التمور مثلا وكمية من القمح تكفيه وتكفي أسرته لمدة سنة. طيب والآن قل التمر وقل القمح مثلا في الأسواق، بس هو عنده ايه قد ادخر قوته وقوت عياله لمدة سنة، ليس مجبرا شرعا في هذه الحالة رغم أن القمح قليل في الأسواق، وليس مجبرا أنه يبيع القمح الذي ادخره لأهله ويحتاج هو ايه طالما هو يعني هذا قوته وقوت أولاده. لكن الاحتكار الممنوع هو يكون عنده قد ادخر كميات يعني زيادة على ما يكفيه ويكفي أسرته لمدة سنة، والادخار لمدة سنة مسموح به لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إيه يعني كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرزق يعني من الغنائم أو كذا كان يدخر إيه ما يكفيه وأهله سنة ويتصدق يعني بما زاد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان بعد ذلك يعني حتى اللي هو قوت السنة هذا كان يتصدق منه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني. لكن أصل ادخار الإنسان يعني ما يكفيه للسنة مقبلة فهذا إيه له أصل يعني في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن ادخر هذه الكمية لا يعتبر محتكم. الثاني أن يكون قد انتظر الوقت الذي تغلو فيه السلع ليبيع بالثمن الفاحش لشدة الحاجة إليه، يعني لا يكون محتكرا إلا إذا يعني كان يدخر الشيء بغرض أنه يبيعه عندما تغلو الأسعار يعني فيبيعه بالثمن الفاحش، بالإضافة إلى أنه قد احتكر يعني كمية أكثر من قوته وقوت أولاد السنة، يعني شيء مثلا يكفي أهله وأولاده لمدة 10 سنين واحتكره وقرر أن يحبسه حتى يكون الثمن فاحشا ويبيعه في هذه الحالة. ثلاثة أن يكون الاحتكار في الوقت الذي يحتاج الناس فيه إلى المواد المحتكرة من الطعام والثياب ونحوها،
فلو كانت هذه المواد لدى عدد من التجار ولكن لا يحتاج الناس إليها فإن ذلك لا يعد احتكارا حيث لا ضرر يقع بالناس. يعني من ادخر بعض المنتجات أو الأطعمة أو كذا، لكن هذه الأطعمة موجودة عند غيره، يعني ليس الناس محتاجين إليها، ادخاره لها لم يمنع توفرها في الأسواق، فهذا لا يكون محتكرا. هذا موضوع الاحتكار. بعد ذلك انتقل إلى الحديث عن الخيار، أحكام الخيار. قال: الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء، وهو أقسام نذكرها فيما يلي. مصطلح الخيار في أحكام البيوع المقصود به طلب خير الأمرين، إما إمضاء البيع أو إلغاؤه وفسخه. فما هي الحالات التي يعني يخير فيها البائع أو يخير فيها المشتري بين إمضاء الصفقة أو إلغاء الصفقة؟ فهناك حالات يحصل فيها تخيير للمتبايعين أو لأحدهما بالاستمرار في الصفقة والعقد أو في إلغاء العقد وفسخه. قال: وهو أقسام نذكرها فيما يلي. القسم الأول قال: خيار المجلس. خيار المجلس توضيحه، قال: إذا حصل الإيجاب والقبول من البائع والمشتري وتم العقد، فلكل واحد منهما حق إبقاء العقد أو إلغائه ما دام في المجلس أي محل العقد، ما لم يتبايع على أنه لا خيار. إذن الشرع أعطى المتبايعين فرصة لإلغاء العقد طالما كان في مجلس العقد، في نفس الغرفة التي وقع فيها العقد ولم يغادر الغرفة التي تم فيها العقد، فيحق لكل من الطرفين أن يفسخ العقد، إلا في حالة ما إذا يعني كان هناك اشتراط في العقد أنه بمجرد توقيعه يصبح لازما. مرات بعض العقود يكتبون فيها أنه بمجرد توقيع هذا العقد يصبح لازما للطرفين ولا يحق لأي من الطرفين فسخه. فإذا هنا هما تبايعا على شرط إلغاء الخيار، فإذا اشترط ذلك على أنفسهما يعني كأنه كان هناك حق لهما أعطاهما الشرع إياه، فهما تنازل عن هذا الحق ولم يرغب فيه فيسقط. لكن إذا لم يتفق على هذا، يعني شخصان مثلا تبايع السلعة وقالوا مثلا تشتري هذا الشيء بكم، قالوا $1,000 وأعطاه $1,000 وأخذ الشيء، وقبل مغادرة الغرفة بدأ له أن يرجع في الصفقة، يحق له ذلك. قال: فقد يحدث أن يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول، ثم الإيجاب هو اللفظ الذي يصدر أولا من أحد المتعاقدين، والقبول هو اللفظ الذي يعني الذي يصدر من المتعاقد الثاني، يعني فالأول منهما سيعرض بيع السلعة وكذا، الثاني قال قبلته، يبقى هذا ممكن يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، أو الإيجاب من المشتري والقبول من البائع. فقد يتسرع أحد المتعاقدين في الإيجاب أو القبول، ثم يبدو له أن مصلحته تقتضي عدم إنفاذ العقد، فجعل له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع. روى البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وسيأتي أن التفرق يعني عند الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، قال التفرق هو تفرق الأبدان، يعني بمغادرة المجلس. والإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله قال التفرق
هو تفرق الأقوال مش الأبدان، تفرق الأقوال يعني انتهاء من ال يعني من الايه العرض والمماكسة يعني في البيع والمفاصلة في الانتهاء منه بحسم الايه الأمر يعني بالإيجاب والقبول. فإذا تم الإيجاب والقبول عند الإمامين أبي حنيفة ومالك فهنا ايه فقد تفرق يعني تفرق بالأقوال حتى لو كان لا يزالان يجلسان ايه في نفس المجلس. فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. قالوا الصدق والتبيين هنا يعني الصدق فيما يخبر به من محاسن البضاعة، والتبيين أنه لا يكتم أو لا يخفي عيوبها. فالتاجر الذي يصدق ويبين، يصدق يعني أنه لا يذكر مثلا ميزات غير موجودة في السلعة، فيصدق أنه لا يذكر ميزة إلا وهي موجودة بالفعل. والتبيين أنه لا يخفي أو يكتم عيبه، يعني ممكن شخص يصدق ولكنه لا يبين، يعني يذكر له محاسن السلعة اللي والله فيها من الميزات 1 2 3 4 كله صحيح، الميزات كلها موجودة، بس هي فيها عيوب أيضا هو أخفاها يعني وكان سكت عنه، ما قالوش إيه العيوب، قالوا الميزات بس وسكت عن العيوب. هذا يكون صدق ولكنه لم يبين، واضح؟ والعكس اللي هو الذي ممكن سن يعني يبين العيوب ولكنه يكذب في الميزات، يزيد ميزات غير موجودة. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. كتمان اللي هو إخفاء العيوب، وكذبا يعني ذكر محاسن ليست إيه موجودة بالنسبة للبائع، يكذب بأن يذكر إيه صفات أو محاسن غير موجودة. والمشتري قد يكذب في مثلا ادعاء القدرة على مثلا سداد الثمن أو توفر الثمن عنده أو كذا، ويكون كاذبا في هذا. فإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما، أي إن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ما دام لم يتفرقا بالأبدان. ده عند الإمامين الشافعي وأحمد يعني. والتفرق يقدر في كل حالة بحسبها، ففي المنزل الصغير بخروج أحدهما، وفي الكبير بالتحول من مجلسه إلى آخر بخطوتين أو ثلاثة. فإن قاما معا أو ذهبا معا فالخيار باق. قالت المنزل الصغير يعني حجرة صغيرة مثلا الباب قليل، فإذا خرج إيه من الباب يكون إيه قد تفرق وانتهت مدة الخيار بخروج أحدهما من الباب. إذا كان المجلس كبيرا عن الباب بعيد جدا يعني مسافة بعيدة، قاعة مثلا كبيرة زي قاعات المؤتمرات ولا قاعات، فالتفرق هنا بأن يمشي خطوتين أو ثلاثة عن المكان حتى لو كان لم يخرج من الباب يعني. لكن إذا قام معا يعني قام ومشى البائع والمشتري سويا فالخيار باق. والراجح أن التفرق موكول إلى العرف، فما اعتبر في العرف تفرقا حكم به، وما لا فلا. يعني مسألة التفرق فقد يرجع فيها إلى العرف يعني، لأنك مثلا إذا كان البيع داخل سفينة ولا داخل طائرة ولا داخل التفرق، مثلا لا يستطيع مغادرة الباب مثلا، ولكن ممكن يكون مكان صغيرا، لكن التفرق هنا بالتحول إلى جانب آخر أو مكان آخر بحسب العرف أو كذا إلى آخره. قال روى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي بمال له بخيبر. يعني تبادل إيه شيء من ممتلكات عبد الله بن عمر رضي الله عنه وشيء من ممتلكات عثمان رضي الله عنه.
فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يردني البيع. فتعمد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كانت الصفقة يعني بالنسبة له ممتازة ولا يريد أن يرجع فيها عثمان رضي الله عنه، فتعمد عبد الله بن عمر مجرد انتهاء العقد فإيه فرجع خطوات حتى خرج إيه؟ حتى خرج يعني ليجب البيع ويلزم ويصبح هناك لا مجال للخيار. قال: وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. إذن هنا هذا تفسير راوي الحديث، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو راوي الحديث، وتفسيره أن التفرق هو تفرق الأبدان، فلما أتم الصفقة تعمد أن يمشي إيه خطوات حتى خرج، قال حتى خرجت من بيتي، فتعمد أن يمشي حتى يخرج من باب البيت، فكان هذا تفسير الراوي لمعنى التفرق، فلذلك تفسيره أولى، لأن معنى التفرق هنا فهم الراوي لما رواه أولى من فهم غيره. وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين، وأخذ به الشافعي وأحمد من الأئمة، وقال: إن خيار المجلس ثابت في البيع والصلح والحوالة والإجارة وفي كل عقود المعاوضات اللازمة التي يقصد منها المال. هناك الصلح على مال، إن شاء الله يأتينا أحكامه، يعني يحصل أحيانا أن يتصالح اثنان على مال بينهما بتنازل أحدهما عن شيء أو كذا، فإذا كان هناك صلح على حقوق مالية فأيضا طالما هما في المجلس يحق لأحدهما أن يتراجع عن هذا الاتفاق، يعني اتفاقية صلح الأموال متنازع عليها بين الطرفين واصطلح على تقسيمها بطريقة معينة، إذا لم يتفرق من المجلس يمكن لأحدهما أن يرجع في هذا الاتفاق ويفسخه. وكذلك الحوالة، يعني شخص له دين على زيد وعليه دين لعمر، فأراد أن يحول أحدهما على الآخر، يقول لزيد مثلا أنا لي عندك $1,000، ويقول لعمر أنا علي لك $1,000، فيحول هذا على هذا، كل خذ مستحقاتي أو كذا إلى آخره. فكل هذه الأشياء يمكن التراجع عنها طالما لم يتفرقا من المجلس. كيف يكون التطبيقات في العصر الحاضر؟ التوقيعات يعني وجود المحامين. حاضر، نكمل هنا في الحاشية. قال: خالف ذلك أبو حنيفة ومالك، وقال: إن خيار المجلس باطل. أبو حنيفة ومالك كما مر قال الخيار التفرق المقصود به تفرق الأقوال يعني وليس تفرق الأبدان. قال: والعقد بالقول كاف لازم، وإذا وجب البيع فليس لأحدهما الخيار وإن كان في المجلس، وحمل التفرق في الحديث على التفرق في الأقوال. قال: إذا تم يعني قال له بعته كذا والثاني قال قبلت انتهى، حتى لو يعني بعد التلفظ بالإيجاب والقبول ولو بلحظة لا يحق لأحدهما أن يفسخ البيع عند أبي حنيفة. كما سأل يعني أخونا الكريم عن التطبيقات المعاصرة، يعني إحنا قلنا التفرق يرجع في ذلك إلى العرف، يعني فالآن طبعا جدت يعني تعاقدات عن طريق يعني وسائل الاتصال المختلفة، يعني بالهاتف والإنترنت والتوقيعات الإلكترونية وكذا إلى آخره، فيرجع في هذا إلى العرف، يعني فإذا كان هناك أعراف معينة يعني مثلا قد يكون هناك بث مباشر مثلا والطرفان كأنهما في غرفة مثلا زي برامج اللي هي تبث الصوت والصورة، مثلا هذا في بلد وهذا في بلد، ولكن يعني ممكن يكون التفرق مثلا حسب الأعراف، يعني إذا كان عرف المجلس قائم حتى يغلق أحدهما الجهاز أو يعني يخرج مثلا من هذا البرنامج أو مثلا يغلق الهاتف أو كذا، مبطل صورة والصوت يعني مثلا، يعني فإذا كان هذه الطريقة، أو إذا كان هناك اتفاق مثلا هناك توقيع مثلا إلكتروني معين مجرد مثلا يضغط الزر وأرسل التوقيع، طبعا
انتهى وكذا، يعني يسأل التجار في هذا ما هو العرف بينهم، يعني المجلس قائم أو المجلس يكون قد انفض. يعني إذا كان العرف أن المجلس انفض بهذه الطريقة يبقى إيه؟ لا خيار، لا يوجد خيار مجلس في هذه. وأما العقود اللازمة، وأما العقود اللازمة التي لا، معنى العقد اللازم يعني الذي لا يصح فسخه يعني أو إلغاؤه من أحد الطرفين، التي لا يقصد منها العوض مثل عقد الزواج والخلع، فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس. يعني هذه حقوق يعني معاملات غير مالية في الأساس، يعني المقابل ليس مالي، فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس. لو الشخص زوج مثلا ابنته لآخر قال له زوجتك بنتي، والثاني قال قبلت، وبعدين رجع في كلامه قبل أن يخرج من المجلس، ليس هناك مجال لإلغاء عقد الزواج، يعني خلاص ثبت العقد. يمكن في هذه الحالة التطليق، إذا هو رجع في كلامه ممكن يعني الزوج إذا رجع يطلق المرأة، لكن ليس الرجوع بأنه يفسخ العقد كأن لم يكن، يعني خلاص العقد لازم مجرد انضائه طالما لا يوجد يعني شيء من مبطلات العقد، يعني العقد تم بشروطه في وجود ولي وشهود ورضا الطرفين وحل كل، يعني ليس أحدهما محرما، يعني لا يوجد ما يدعو إلى إبطال العقد. قد يكون العقد باطلا لوجود ما يبطله فهنا يلغى كأن لم يكن، لكن إذا كان العقد قد تم يعني مع توفر الشروط وأركانه لا يصح لأحد الطرفين أن يلغيه حتى لو كان في المجلس، إنه عقود غير مالية. يعني كذلك الخلع، يعني أيضا الخلع لا يمكن إلغاؤه، لأن يعني الخلع يشبه الطلاق، يعني كمان رجل إذا طلق لا يستطيع أنه يرجع في كلامه بعد أن تلفظ حتى لو كان في المجلس. قال وكذلك العقود غير اللازمة كالمضاربة والشركة والوكالة. كذلك العقود غير اللازمة، فهي العقود غير اللازمة يعني هي بطبيعتها يحق للمتعاقدين فيها أن يفسخوها متى شاء، فبالتالي لا تحتاج إلى خيار مجلس، يعني ليس الخيار مرتبطا بالمجلس هنا، يعني لا يقال إن فيها خيار مجلس. العقود غير اللازمة، نقول العقد اللازم هو الذي يصبح ملزما للطرفين، يعني لا يمكن فسخه أو إلغاءه. لكن العقود عكس العقود اللازمة يقال لها العقود الجائزة اللي هي غير اللازمة، يسمى العقد الجائز اللي هو غير اللازم، هو العقد الذي يعني يحق لأحد الطرفين فسخه، مثل موضوع الوكالة مثلا. الوكالة هذه من العقود الجائزة، يعني لو أنك مثلا قلت لصديقي مثلا أنا وكلتك أن تشتري لي مثلا سيارة، وأعطيته مثلا 10,000 دولار وقلت له أنا وكلتك أن تشتري لي سيارة، الآن كل من الطرفين من حقه أن يفسخ هذه الوكالة متى شاء. ممكن أنت مثلا بعد يوم ولا يومين ولا كده، يعني بس طبعا قبل أن يشتريها، إذا اشتراها خلاص انتهى الأمر، لكن أنت وكلته أن يشتري لك السيارة ولم يشتريها بعد، فممكن بعد يوم أو يومين تتصل به وتقول له خلاص أنا صرفت نظر عن الموضوع، ألغيت هذه الوكالة وأرجع لي المال، وأنا إما أنك لغيت فكرة الشراء ولا ستشتريها بطريقة أخرى أو كده. أو نفس الوكيل الذي أخذ منك مثلا مالا ليشتري لك السيارة، هو نفسه ممكن بدا له أنه لا يرغب في استمراره وكيلا، ممكن يأتي إليك في أي وقت متى شاء ويقول لك خذ أموالك أنا مش فاضي لهذا الموضوع، وشوف وكيلا آخر بدلي أو كذا إلى آخره. فالوكالة مثلا هي بطبيعتها عقد جائز غير لازم، يحق للطرفين أن يفسخه كل منهما متى شاء، فبالتالي ليس فيها خيار مجلس، يعني مش فقط أثناء المجلس يمكن فسخها، بل حتى لو غادر المجلس في أي وقت إن شاء. وكذلك موضوع المضاربة، إذا أعطيت مالك لشخص ليستثمره لك، يعني ليعمل فيه يشتري به بضائع ويبيعها
والأرباح مثلا تقسم بينكما منصفة أو كده، لك أن تلغي هذه المطالبة، تقول له رد إلي مالي خلاص، لا أريد الاستمرار في هذه الصفقة أو كده. والشركات كذلك، إذا كنت شاركت شخصا ثم تريد فسخ هذه الشركة، فهذه عقود غير لازمة، فبالتالي ليست مرتبطة بخيار المجلس. قال متى يسقط؟ قال ويسقط خيار الشرط، هكذا عندكم؟ في الحقيقة موضوع خيار المفروض متى يسقط خيار الشرط يكون بعد الكلام عن خيار الشرط يعني. قال ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر وينقطع بموت أحدهما. هذه مرتبطة بخيار الشرط، فلابد الفقه هذه تؤخر يعني. كل النسخ عندكم ترتيبها كذا ولا؟ في نسختنا ما فيش. هذا أحسن كده. المفروض هذه تكون الفقرة، هذه ينبغي أنها تؤخر بعد خيار الشرط. طيب نتكلم أولاً عن خيار الشرط وبعدين هي متى يسقط هذه تيجي بعدين. الأول بالنسبة لخيار الشرط، احنا انتهينا من خيار المجلس، هذا النوع الأول. النوع الثاني خيار الشرط. قال خيار الشرط هو أن يشتري أحد المتبايعين شيئاً على أن له الخيار مدة معلومة وإن طالت. خيار الشرط هو اشتراط مدة معينة يكون لأحد المتعاقدين الحق في فسخ العقد أو إلغائه خلال هذه المدة. اللي فات ده كان خيار المجلس، طالما في المجلس يحق لأحدهما فسخه. الآن هناك خيار الشرط، يعني يمكن أن يتفق المتبايعان على مدة معلومة، خلال هذه المدة يحق لأحدهما فسخ العقد. قد يكون الخيار الشرط للطرفين أو لأحدهما فقط، ممكن يكون الخيار من الجهتين أو لأحدهما. يعني مثلا الآن المحلات التجارية، معظم المحلات يعطيك في فاتورة الشراء الرسيد هذا، يعطيك فيه مثلا إيه مكتوب فيه أنه يحق لك إرجاع البضاعة خلال 14 يوما مثلا، فهذا يعتبر خيار شرط. وهنا من جهة واحدة، يعني البائع أعطى المشتري الحق في إرجاع السلعة خلال المدة التي حددها له، لكن العكس غير صحيح. يعني لو جاء البائع المحل نفسه اتصل بك وقال لك أنا رجعت في كلامي، رجع لي البضاعة وخذ أموالي، ليس له الحق في هذا، لأنه إيه طالما خرجت من المتجر انتهى خيار المجلس، والشرط أنت لم تعطيه يعني الحق في فسخ الصفقة يعني كده. هو يفرح انه يبيع يعني كده. بس اذا ضيعت الرسيد او ايصال ما لك الحق على انه هذا هو اللي بيثبت المدة يعني. نعم. يثبت وانك اشتريته من عند تاجر اخر او كده. نعم. فاذا ايه خيار الشرط هو ان يشتري احد المتبايعين شيئا على ان له الخيار مدة معلومة وان طال. يعني يمكن مثلا انت وصديقك بعت له سيارة مثلا، اتفقت معه ان هناك مدة مثلا ايه خلال اسبوع خلال اسبوعين خلال كذا، اذا بدا لاحدكما فسخ العقد له ان يرجع فيه. في الحاشية يقول هذا مذهب احمد، اللي هو مسألة عدم تحديد المدة في خيار الشرط حسب اتفاق المتعاقدين. قال وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن مدة الخيار 3 أيام فما دونها، وقال مالك المدة مقدرة بقدر الحاجة. يعني يوجد في مذهب أحمد عدم تحديد المدة إلا بحسب إيه تراضي الطرفين. أبو حنيفة والشافعي قالوا خيار الشرط 3 أيام فقط، ومالك أو أقل منها، يعني ممكن خيار الشرط يوما أو يومين أو 3 كحد أقصى. والإمام مالك يقول بقدر الحاجة، يعني بقدر الحاجة إلى تجريب السلعة والاطمئنان إلى أنه قد ارتاح لها وكذا. فهذا قد يختلف، يعني هناك مثلا بعض الأشياء تحتاج إلى مدة أطول في تجربتها والتأكد من ملائمتها له، يعني بغض النظر عن موضوع العيوب. يعني العيوب هذا
شيء آخر اسمه خيار العين، لكن خيار الشرط هذا لا علاقة له بالعين، يعني مجرد عدم رغبته في السلعة. يعني خيار الشرط إنه خلال المدة المسموحة له الحق في إرجاع البضاعة ولو بدون أي تعليم أو سبب، يعني مجرد زي ما يحصل الآن في المحلات، يقول خلاص غيرت رأيي لم أعد راغبا في هذه السلعة، بغض النظر عن كونها معيبة أو غير معيبة. يعني إذا كانت معيبة هذا شيء آخر هو خيار العين. طيب قال إن شاء أنفذ البيع في هذه المدة وإن شاء ألغاه، ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين ولأحدهما إذا اشترطه. يعني هذا الشرط يجوز أن يكون للطرفين أو لأحد الطرفين فقط دون الآخر، ممكن يكون للبائع فقط دون المشتري أو للمشتري فقط دون البائع. والأصل في مشروعيته ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال: أي لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا إلا إذا اشترط أحدهما أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة. هنا المقصود ببيع الخيار هنا يعني البيع على شرط أن هناك خياراً، يعني هناك تخيير لأحد الطرفين في فسخ العقد مدة معلومة. قال: وعنه يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع. رواه الثلاثة. قال: ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع. يعني إذا البيع يصبح يكون بيعا جائزا خلال مدة خيار الشرط، يعني هما اشترط مدة مثلا خلال أسبوع يحق لأحد الطرفين إرجاع السلعة واسترداد الثمن، فخلال هذه المدة العقد يسمى عقدا جائزا، يعني يحق لأحد الطرفين أن يفسخه متى شاء. إذا انتهت المدة ولم يفسخ العقد خلال المدة تحول العقد إلى عقد لازم، أصبح نافذا، يعني غير مسموح لأحدهما أن يلغيه أو يفسخ. قال: ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها بوقف أو هبة أو سوم، لأن ذلك دليل رضا، ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه. فيقول يسقط الخيار أولا بالقول، يعني يسقط الخيار بالقول يعني بأن يعني مثلا يتصل أحدهما بالآخر ويقول له خلاص ألغينا الخيار، ومن الآن يعني العقد، يعني مثلا مشتركا له الحق في إرجاع السلعة خلال مدة معينة، فإذا هو قبل اكتمال المدة هو تنازل عن بقية المدة، يعني اتصل بالبائع وقال له أنا تنازلت عن بقية مدة الخيار وخلاص السلعة عجبتني وسهلت لن أعيدها بعد ذلك، هو سقطت بقية المدة. كذلك يسقط بتصرف المشتري في السلعة التي اشتراها، يعني مثلا لو المشتري كان له خيار شرط من حقه أن يعيد البضاعة إلى البائع مثلا خلال مدة أسبوع، لكنه بعد أن اشترى البضاعة بيوم جعلها وقفا لله تعالى، ممكن كان البضاعة التي اشتراها مبنى، اشترى عقارا وبعدين بعد ما اشتراه بيوم جعل هذا العقار وقفا لله تعالى، جعله مسجدا ولا مدرسة ولا كذا وقفا لله تعالى، إذا انتهت مدة الخيار وكان له الحق في إرجاعها خلال أسبوع، لكن قبل اكتمال المدة جعلها وقفا أو باعها أو وهبها لشخص، وكذلك قال أو سوم. السوم اللي هو يعني الدخول في صفقة، يعني حتى لو كانت لسه يعني دخل في مساومة على هذه السلعة، يعني أصبح في نقاش في
في بيعها حتى لو كان العقد لم يكتمل بعد، بس مجرد انه ايه عرضها للبيع وجاء المشترون يسومونها وناس تكلموا فيها وكذا، يعتبر قد ألغى ما تبقى له من خيار الشرط، يعني لأن ذلك دليل رضا، ومتى كان الخيار له فقد نفذ تصرفه. ممكن الفقرة اللي فوق اللي هي متى يسقط، قد يسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. ممكن الفقرة اللي فوق دي يكون مكانها هنا، وينقطع بموت أحدهما، يعني خيار الشرط لو أسقطه الطرفان سقط، ولو أحد الطرفين أسقط حقه يبقى حق الآخر. يعني لو كان خيار للجهتين وأحد الطرفين قال خلاص أنا يعني عجبتني السلعة ولا لا أريد ردها، بس ممكن الطرف الآخر يبقى حقه في إلى أن تكتمل المدة. وإذا مات أحد المتبايعين انتهى خيار الشرط، إذا مات خلال المدة. يعني كان عندهم خيار شرط ممكن يرجع السلعة خلال أسبوع، وقبل اكتمال الأسبوع مات إما البائع وإما المشتري، خلاص انتهت مدة الخيار وأصبح البيع لازما، تعلق به حقوق الورثة وحقوق الورثة. هذا ينطبق على خيار الشرط وخيار المجلس. هو خيار المجلس ينتهي بخروجهما من المجلس، يعني يعني خيار المجلس ينتهي بخروجهما من المجلس، لكن أيضا إذا كما مر في خيار المجلس أيضا إذا أسقطاه، يعني اتفق على أنه لا خيار وأن العقد يكون لازما بمجرد التوقيع، إذا سقط خيار المجلس. بعدها يتكلم عن خيار العين، ممكن نجعله في الدرس القادم إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتوقف هنا إن شاء الله. هذا صلى الله عليه وسلم.